الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أخوتنا وأخواتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن السعي والعمل من أجل بناء الوطن وإعمار وإنعاش اقتصاده لا يحقق أهدافه المرجوة إلا إذا تعارض معه القضاء على كل موجبات إعاقته وفشله. ومن السعادة إننا نجد الشريحة العمالية الوطنية المخلصة في وطننا البحرين على دراية تامة بهذه الحقيقة، فهي في الوقت التي تبني حباب الوطن بيد تهتم اهتماما بالغا بمحاربة أسباب ما يعوق ازدهاره وعزته. وفي مقدمة هذه المعوقات الفساد المستشري في مفاصل الكيان الخليفي المجرم وسياسته الهوجاء والرعناء. فلذلك كان عمال البحرين حاضرين دائما في الخطوط الأمامية في مواجهة طغيان هذا النظام، فلم يتنصلوا أبدا عن واجبهم ومسؤولياتهم في كفاح الظلم الخليفي والفساد الذي استشرى في أرض البحرين الطيبة الكريمة. وفي عشية الاحتفاء بعيد العمال العالمي نعبر عن تضامننا الكامل مع تلك الأيدي العاملة الكادحة التي فصلت من أعمالها وسلبت منها حقوقها وقطعت عنها أرزاقها وزج الكثير منها في الزنزانات والسجون، وتعرضت لأشد وأقصى صنوف التعذيب بسبب مواقفها الشجاعة المناهضة للظلم والطغيان الخليفي. فألف تحية لهذه النفوس، فألف تحية لهذه النفوس الأبية التي صبرت وصابرت من أجل عزة الشعب وكرامته، ولهم منا في عيدهم كل التقدير والاحترام الكبيرين على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل بناء الوطن وهدم للطغيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الخميس 30 إبريل 2014، بلدة بوري، البحرين المحتلة.